اليوم لو أردنا أن نعطي مقومات عن الحرب النفسية ماذا تقصد؟ الحرب النفسية اليوم هاي السوشيال ميديا حرب نفسية. متى يخلوك إذا تكتب غزة؟ لا لا لا، اليوم أكو وسائل بديلة سيدتي الكريمة، وسائل كثيرة عندنا اليوم، يعني الإعلام العربي وإعلام المقاومة وإعلام دول الممانعة تملك الصحف والمجلات والسوشيال ميديا وتملك الإعلانات وتملك المنشورات. يعني اليوم المنشور هو أقوى من قنبلة هيروشيما. يعني بإمكان، يعني أنا ما أريد أن أوصل فكرة على أن هذه الأذرع المهمة جدا للمقاومة هي لم تكن ملتفتة أو خالية من العصر، لكن نريد أن تكون حقيقة هذه البوابات للحرب النفسية بأوسع المجال. ما الذي يؤذي نتنياهو نفسيا؟ يعني إبراز صور الأسرى الإسرائيليين من قبل المقاومة وهم مبتسمين وبشكل أريحي أثار الإعلام حتى الصهيوني داخل الكيان الصهيوني.